أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من جازان، تفضل معك الشيخ أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك أحمد شوي. يا شيخ، نعم. ما أنا ذهبت إلى البنك لشراء سيارة عن طريق إيجار منتهية التمليك، مع العلم أن البنك لا يملك هذه السيارة، وإنما أرسلني إلى شركة سيارات لكي يختار السيارة، ومن ثم البنك تملك السيارة وقام بالبيع. ما الحكم؟ طيب، نعم، هذا السؤال واضح. أما قضية الإيجار المنتهي بالتمليك فهي حرام، قد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء من كم سنة بتحريم هذا العقد. هذه ناحية. الناحية الثانية أن البنك ما عنده سيارة، وإنما يقول اذهب أنت والتمس السيارة التي تصلح لك ثم أتنا، هذا بيع ما لا يملكون، ولا يجوز هذا العمل. إن كان عندهم سيارات في ملكهم وفي حوزتهم فاشتر منها، وإن لم يكن عندهم سيارات فابتعد عنهم واذهب إلى من عنده سيارات واشتر منه. نعم.